هالة سليمان بنعتذر ليك يا هالة، انها بتقول انها بعتت لنا قبل كده، احنا بنعتذر وبنرد على حضرتك. هل الوحمة الحمراء على الوجه ممكن الليزر يوديها؟ 100% 100%. امتى عملتها دي مهم. الهيمانجيوما بنسميها احنا انفانتايل هيمانجيوما، دي كانت البعبع. واذا به مره كده من 5 6 سنين واحده فرنسويه قالت يا جماعه دي بالراس تخف، يا نهار يسوح ازاي؟ قالت اهو لقت كده بالصدفه انها بتاخد الاندرال، راس اسمها الاندرال للاطفال، ام لقت 72 ساعه قال تروح. يا سبحان الله والله العظيم. والكبار ياخدوها وبعد 72 لا ساعه؟ لا دي بتاعت الصغيرين. انما بقى في دواء جديد اسمه تيميلول ماليه. تيميلول ماليت بيجوا كتير من جدة، عشان انا قلتها هنا من في مكة. دي الوحمة الحمراء ده نقط عينين هي تتحط على الوحمة الحمراء دي في مدة صغيرة خالص تروح كل يوم. بتتحط بالليل بالليل. انما انا مبسوط من ايه، لكن الليزر ما يضيعهاش. لا الليزر معاها اللي انا بقوله يعني يحط النقط بلس نوع ليزر. نوع الليزر واحد برضو زي ما انتم بتقولوا. اعرف منين ايه نوع الليزر ده؟ اسمه بالس داي ليزر. ده نادر الوجود. ليه؟ لانه بيخلص في خلال سنة من عند الدكتور، الصبغة بتخلص، فضروري اسمه بالس داي ليزر. ده بيقوم مضيعها في جلسة؟ لا 3 جلسات بينهم شهر مع التيميلول ماليت الدهان ده. هتلاقي ما شاء الله الدنيا راحت. ساعات كان زمان رئيس روسيا عنده هنا حتة كده ضيعها، ودي ساعات تيجي على التيب اوف ذا نوز.